او تمام اخلاقيه معينه، تمام ده ما يصحش. هي مهمه تمام بس الامر ان تمام يؤمن، ان يؤمن كل اعلامي، زي ما انا بقول دايما هو الضمير هو اللي بيحكم كل العلاقات، اعلامي، اب، ام، معلم. لو كل انسان فعلا راعى ربنا سبحانه وتعالى في هذا الامر، برضو وابعد برضو عن مراعاه القانون وان كان لها وضع او مراعاه اللوائح. احنا عندنا امريكا التي تعد من اعظم الدول استنادا للقانون، في 20 دقيقه يعني حدث فيها اطفاء للانوار بسبب عطل معين في مدينه كبيره، اكثر من 60 الف حاله سرقه واغتصاب وسطو وهكذا. لان هنا هم اللي صح يفرق عننا احنا كمجتمع بعاداتنا وتقاليدنا وايماننا وعقيدتنا، ان احنا اللي نؤمن بان بيضبطنا الله عز الضمير، وجل رقيب علينا. بيضبطنا الضمير، تمام. لكن ايوه، هم لان ربنا يربطهم هنا خوف القانون. القانون طالما ان اشارات الكاميرات اللي في الشوارع مش شايفاها، خلاص هو يعمل اللي عايز يعمله. فانا ارجع واقول بس لحضرتك، هو برضك مجتمع متقدم قوي اكتر من هذا الفكر. نعم، يعني مش فكر ان لو انطفأ النور، بالعكس ده عندهم في تعددية دينية، النور البديل اه عندهم يعني انا بقول لو انتشار حتى سريع للامن. الامر اه لو حضرتك حصل لا قدر الله سرقة في يا دوبك في الثواني بتتعد، أيوة. وفي الدقائق تلاقي هي عربيات هي الشرطة. العبرة، هي العبرة عبرة يعني برغم التقدم، لكن هو صح. بيقول ان انا اذا اتيحت لي الفرصة، مجرد الاستعداد ان انا اتيحت لي الفرصة ان اخالف القانون سافعل. تمام. هو يفعل هذا. انا اقول بقى اذا اريد ان اوجز يعني بصورة يعني متتابعة معالجات الاسلام وكيف عالج الاسلام او المنظور الديني كيف عالج هذه الظاهرة. باول حاجة ان يعلم الأب والأم والمؤسسة والمدرسة والمسجد والكنيسة، كل من له علاقة وكل من استرعاه الله عز وجل على هذه الطفولة، أنه محاسب ومسؤول عن هذا الأمر أمام الله عز وجل يوم القيامة. فليحسن كل منا في رعيته. الأب راع ومسؤول في رعيته عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤول عنه. الأمر الثاني العمل على الحد من ظاهرة الفقر. انا اذا قدرت ان انا انمي وارتفع بمستوى المعيشه واوجد فرص عمل للاباء واوجد فرص عمل للذين يعولون الاطفال، هي الامر هيخف قليلا وطأته عن اضطرار الاطفال للعمل. ايضا ان انا افعل القرارات الدوليه التي اخذت بالحفاظ على الاطفال وحمايه حقوقهم والضوابط التي وضعوها في مواثيق حقوق اعلان الاطفال. اتفضل. عندنا قانون الطفل واللائحه التنفيذيه له صدر سنه 2008، هو معدل من سنوات قبل كده. القانون ده ابتدى يحيد عمليه عماله الاطفال او ويجي في صف الطفل، طبعا لانه ده حقه. احنا انطلاقا من مبادئ انه حقوق الطفوله ورعايتها ده حق اصيل، نعم، ولا يجوز انتهاكه، ابتدى قانون العمل بالاضافه لقانون الطفل 2008 ابتدى يضع حدود معينه لعماله الاطفال وضوابط معينه وضوابط معينه من منها العمل انه لا يمكن تساوي ساعات العمل اللي بيعملها الطفل لساعات العمل العادي للشخص كبير. العادي ده واحد. والنقطه الثانيه انه بعد كده لابد انه على صاحب الاعمال انه يؤمن على هذا الطفل، ورعايه صحيه وبدنيه وتامينيه والتامين الصناعي او الامان الصناعي، توفير الامان الصناعي داخل المؤسسه نفسها، داخل المؤسسه او داخل الورشه اللي بيعمل فيها الطفل. تمام. والزامه بالتدريب الكافي لو في اجهزه جديده او معدات جديده وهيتعامل معاها الطفل، الزامه بالتدريب الكافي، وبعدين ما يتعاملش معاها الا بعد موافقه مكتب العمل. يعني في شويه محاذير. انا عاوز اقف عند المجتمع الامريكي، ويمكن اللي بنلاحظه حتى في المدارس. تلاقي الطفل في المدرسه اتعلم ازاي انه يخرج للمجتمع ويحاول بقدر الامكان انه يتكسب، بس بشكل مبتكر. كتبه القديمه يقدر يبيعها بشكل جميل، بعض الاشياء اللي يقدر هواياته يعملها، هواياته حتى في محطات بنزين، في يجي على جاره ويقول له والله انا يا عمو هغسل لك مثلا العربيه بتاعتك وروح شغلك واخد منك دولار او اتنين او خمسه. نعم. يعني اذا هو يعمل ولا ولكن يتسول. في امور المجتمع يرضاها. نعم. وتحت نظر الجميع، صحيح، ما فيهاش اهانه، بل بالعكس فيها احساس بدافعيه للطفل بانك ليك قيمه في المجتمع، انك تقدر تكسب فلوس، لكن الهدف مش الفلوس في حد ذاتها. أيوة طبعا. ايه اللي هتأدهولك الفلوس وهتعمل ايه بهذه المبالغ؟ صحيح. صحيح. رغم ان انت بتاخد مصروفك او بتاكل وتشرب في البيت، لكن هتوجه هذه الاموال في اي شيء. القضيه دي بتيجي منين بقى يا استاذنا؟ القضيه دي تيجي لما اكون حاطط لوائح وقوانين ويكون نوايا كمان مفعله، ومجتمع ناضج والمجتمع ناضج ويعي بيها. صح. تمام. لكن مين اللي يعرف ان هناك قانون للطفل؟ نعم. ومين اللي يعلم انه في تعديلات دخلت على قانون الطفل سنه 2008؟ نعم. واي الجهات المعنيه المسؤولين عن التنفيذ والسياسه وعلاقتها بالموضوع ده؟
طب عاوزين نقف عند فندم عند رجال العمل واصحاب القلوب الرحيمه حتى من الفنانين. والله شفنا فنانين رائعين يعني امثال شخصيات رائعه الخير في امتي لام الدين يعني هم يعني الفنان ده مش مواطن ويحس بامور الناس وشايف برضو انه ماشي في الشارع بيرى اطفال صغار وصبية ربما تهنون اشياء ويمر ما بين الاشارات يبيع مثلا شيء معين ربما يتعرض للدهس او يتعرض لكذا فهو بيشعر لانه جزء من الوطن جزء من عاوزين وعي مجتمعي كامل مؤسسات مجتمعيه مجتمع مدني اشخاص عاوزين كمان جمعيات خيريه وعاوزين اهل الخير هو في البدايه في البدايه استاذنا احنا تعالى نجيبها من فوق وننزل بها تدريجيا يعني من الكل فالجزء هي من البدايه خالص الايديولوجيه بتاعت الدوله السياسه العامه للدوله هتنبثق منها سياسه رعايه الطفوله تمام زي القوانين بتاع الطفل اتفاقيه حقوق الاطفال الاتفاقيات الدوليه والمحليه او الاقليميه اللي بينهض بها المجلس العربي للطفوله والتنميه تمام ومقره هنا كل هذه القوانين والمركز الرئيسي بتاعه في مصر يعني المركز الرئيسي بتاعه في مصر كمان يعني وبيعني بدراسات للطفوله يعني وتجميد شويه عمله الاطفال قدر الامكان ده المجلس الطفوله العربي قصدك المجلس العربي للطفوله والتنميه وعندنا المجلس القومي للطفوله والامومه تمام وعندنا المجلس القومي التكامل بين المجالس الادفوكيسي ديتي او الدفاعيه دي والحقوقيه ده ضروري وده مهم تمام لكن عندنا كمان مراكز للاتصال المباشر زي مراكز النيل للاعلام تمام فين دورها؟ ليه ما بتناقش القضايا دي؟ دي اتصال مباشر من اتصال جماهيري اللي احنا فيه دلوقتي ده اسمه اتصال جماهيري الاتصال المباشر اقوى لانه فيس تو فيس يعني بيعتمد على الوجه والوجه الاخر نعمل ندوات توعيه بقانون الطفل بحقوق الاطفال برعايتهم بمشكلاتهم وازاي نواجهها المدارس كمان تعمل ندوات للتوجيه الجامعي للاطفال واسرهم يعني الجامعات الاهليه تنهض بدورها النقابات المهنيه يعني هي العمليه متكامله احنا عاوزين حمله سنويه نبدا بيها دائما كده نذكر ندي زي كانه بيدي جرعه تقويه علشان مجتمعنا ايه يفوق شويه احنا في القسم بتاعنا بصدد ان شاء الله ان احنا نعمل ورش عمل للتنميه المجتمعيه وقتنا خلص لكن افكارنا ما بتخلص المشكله مش في الافكار يا جماعه المشكله في اللي ينفذ الافكار عاوزين نقول افكار تتنفذ وقبل ما نقول افكار بتتنفذ احنا كمان ننفذها قدام الاخرين عشان الاخرين يسعدوا بيها ويقولوا والله اشمعنى طب ما انا كمان اقوم بيها فيبقى في عدوى للعمل عدوى للتغيير لما كلنا نقف كده على ايد الناس اللي يعني او العائلات البسيطه نقف جنبها ونساعدها نقول لهم ارجوكم انا هتحمل ابنك بس انت ما تشغلوش ادي فلوس مثلا تربيت واعيل اسره معينه صحيح. اعيل طفل في الاسره في الجنه وفي نفس الوقت بتحمي طفل وعمل من دائم ويعني بقول ايه عمل خير دائم نعم. وصدقه جاريه نعم. بشكر حضراتكم اعزائي المشاهدين باسمكم بنشكر كل من الاستاذ دكتور اسامه جمال رضوان مدرس بكليه الدراسات الاسلاميه والعربيه جامعه الازهر الشريف شكرا ليك نورتنا يا فندم وبنشكر باسمكم ايضا اعزائي المشاهدين الدكتور محمد ابو الحمد استاذ مساعد كليه التربيه جامعه الازهر شكرا لحضرتك نورتنا شكرا لله وسعيد جدا بهذا اللقاء وان شاء الله باذن الله ربنا يعني ينفع به والناس تستفيد منه امين يا رب العالمين بنشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه والاستماع ويا رب ما يكونش بس استماع ومتابعه يكون هو ايضا تغيير كل اللي يقدر عليه اي حد يقدر على حاجه يعملها ومجتمعاتنا تقوم وبلدنا تقوم كلها على الخير يا رب الى اللقاء حرام حرام تموت ضحكة بريئة في شفايف الإنسانية حرام حرام تغيب عنا الحقيقة في عيون المغربية حرام حرام تموت ضحكة بريئة في شفايف الإنسانية